يبقى احنا شفنا ان 65% من الاوكسين راحوا الى الجانب البعيد عن الضوء، و 35% من الاوكسين موجودين في قطعه الاجار الملامسه للضوء. يعني هنا 35% موجودين في قطعه الاجار الملامسه للضوء. خلاص كده يا شباب؟ طيب ايه التفسير بقى؟ التفسير ان الاوكسين هاجر بالانتشار من الجانب المواجه للضوء الى الجانب البعيد عن الضوء. الاوكسين هاجر بالانتشار من الجانب المواجه للضوء الى الجانب البعيد عن الضوء. يبقى يا شباب احنا كده قلنا الملاحظه ان 65% من الاوكسين موجودين في قطعه الاجار اللي هي بعيده عن الضوء، و35% موجودين في قطعه الاجار القريبه من الضوء. وعرفنا التفسير للكلام ده، التفسير ان الاوكسين هاجر بالانتشار، هاجر الاوكسين بالانتشار من الجانب المواجه للضوء الى الجانب البعيد. يبقى الاوكسين هاجر بالانتشار من الجانب المواجه للضوء الى الجانب الايه؟ البعيد عنه. دلوقتي بقى يا شباب هنشوف ايه الخطوه الثانيه اللي عملها العالم فينت. يبقى الخطوه الاولى عرفناها، طيب عايزين نعرف ايه الخطوه الثانيه بقى اللي عملها العالم فينت. ان هو حط القمه دي يا شباب مكان قمه نبات ثانيه لم يتعرض لها الضوء وانتظر فتره. يبقى هو اخذ هذه القمه وحطها مكان قمه نبات لم يتعرض لها الضوء وانتظر فتره. فايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان انحنت قمه الغلاف الورقي. يبقى يا شباب هو شال القمه دي وحطها مكان قمه نبات، لم يتعرض للضوء. اخذ هذه القمه وحطها مكان قمه نبات لم يتعرض للضوء. فايه اللي حصل يا شباب؟ انحناء. طيب التفسير او ليه النبات انحنى؟ قال لي انحنت يا شباب بسبب اختلاف توزيع الاوكسينات اللي موضوعه في القمه. خلاص يبقى انحناء قمه الغلاف الورقي بسبب ايه يا شباب؟ بسبب اختلاف توزيع الاوكسينات في القمه. يبقى الخطوه الثانيه يا شباب خلاص انه حط القمه دي مكان قمه نبات ثاني ما تعرضش للضوء. اخذ هذه القمه وحطها مكان قمه نبات ثاني ما تعرضش للضوء. فاللي حصل ان انحنت القمه. طيب انحناء قمه الغلاف الورقي ليه او علل ليه انحنت؟ قال لي بسبب اختلاف توزيع الاوكسينات في القمه، بسبب اختلاف توزيع الاوكسينات في القمه الموضوع. خلاص كده يا شباب؟ تاني نوع من انواع الانتحاء يا شباب الانتحاء الارضي. كان بيعتقد ان الجذر بيتجه الى اسفل طلبا للغذاء. احنا كنا معتقدين ان الجذر بيروح للارض عشان يطلب غذاء وعشان كمان يهرب من الضوء، ولكن الاعتقاد ده كان غلط خالص. لان لما تيجي تنكس الصيص في نبتة الجذر بيتجه الى اسفل مش للتربة. خلاص كده؟ يبقى زمان كنا بنقول ان الجذر يتجه الى التربة عشان يبحث عن الغذاء ويبعد عن الضوء، ده زمان. ولكن الاعتقاد ده غلط، لان لما تيجي تنقص الصيص هتلاقي برضو الجذر لتحت. يعني الجذر هنا رايح لتحت مش للتربة، يعني هنا اساسا مفيش تربة ولكن برضو الجذر نزل لتحت. يبقى معنى كده مش بيتجه لأسفل بقى عشان الغذاء ولا حاجة. خلاص؟ يبقى زمان يتجه الجذر الى اسفل، اسفل دي اللي هي التربة يا شباب. الجذر كنا بنقول ان هو بيبقى تحت عشان يبحث عن الغذاء ويبعد عن الضوء او هرب من الضوء كمان، وهربا من الضوء. ولكن لما تيجي تنقص الصيص هتلاقي برضو الجذر تحت. هنشوف يعني ايه دلوقتي تنقيص الصيص. فبرضو هتلاقي ان الجذر بيكون تحت، يبقى هنا بقى ما اتجهش للتربة ولا حاجة ولكن برضو اتجه الى اسفل، في حين بيتجه الساق زي ما هو لاعلى. العلماء ارجعوا ده يا شباب الى ظاهرة الانتحاء الارضي. يبقى ايه التفسير ان الجذر بينحني الى اسفل او الجذر بيكون لاسفل والساق الى اعلى؟ قالك ارجعوا هذه الظاهره الى الانتحاء الارضي. عايزين بقى يا شباب نعرف ايه هو الانتحاء الارضي. الانتحاء الارضي هو استجابه النبات لمؤثر خارجي، والمؤثر الخارجي دي اللي هي الجاذبيه الارضيه. فالاعضاء النباتيه بتنحني تجاهها او بعيده عنها. يبقى الانتحاء الارضي استجابه النبات لمؤثر خارجي.
النبات بيستجيب لمؤثر خارجي. المؤثر الخارجي اللي انا بتكلم معاكم عليه دلوقتي اللي هو الجاذبية، الجاذبية الأرضية. فلا إما بينحني فتنحني الأعضاء النباتية، فالأعضاء النباتية بتنحني لا إما تجاهها، تجاه الجاذبية الأرضية، لا إما بعيدة عنها، لا إما بعيدة عن إيه؟ عن الجاذبية الإيه؟ الأرضية. اتمنى تكونوا عرفتوا تعريفه. يبقى هو ان النبات بيستجيب لمؤثر اللي هو الجاذبيه الارضيه، ولا اما الاعضاء النباتيه بتنحني تجاه الجاذبيه او بتنحني بعيدا عن الجاذبيه. دلوقتي هناخد تجربه بتعرف لي مدى تاثير الجاذبيه على كل من الساق وعلى كمان الجسر. عملوا ايه يا شباب؟ استنبتوا بعض البذور في قصيص في تربه، تربه يعني التربه دي فيها ميه، يعني يا شباب التربه دي مبلله يعني فيها ميه، وحطوها في وضع رأسي، حطوها في وضع رأسي عادي اللي هو يعني بالشكل ده، ادي البادرة. خلاص يا شباب، يبقى في الحالة الأولى أو أول خطوة عملوها في التجربة إن هم جابوا بعض البذور في قصيص وحطوا القصيص ده، يعني القصيص ده يا شباب كان تربته حطوا فيه تراب، فالتراب ده يعني كان مبلل، ما هو التراب ده بنسميه تربة، فهي كانت مبللة بالماء. المهم لما حطوا البذور في الشكل اللي انتوا شايفينه ده يا شباب، لقوا ان الريشة نمت رأسيا لأعلى والجذر نما لأسفل، يبقى الريشة نمت لفوق والجذر نما لتحت. طيب حطوا البادرات دي بقى يا شباب في الوضع الأفقي، غيروا الوضع الرأسي وخلوه وضع أفقي. يبقى هما في الأول كانوا حاطينها في وضع أفقي، كانوا حطوا هذه البادرة في وضع أفقي، فلما حطوا البادرة في الوضع الأفقي اللي انتوا شايفينه يا شباب، الريشة نمت لأعلى والجذر نما لأسفل، والجذر نما لأسفل. طيب ده لما حطوها في وضع ايه؟ ده لما حطوها في وضع رأسي، الريشة نمت لأعلى والجذر نما لأسفل، ده لما حطوها في وضع رأسي يا شباب. طيب نيجي هنا بقى، غيروا وضعها خلوه وضع أفقي، غيروا وضع البادرة وخلوه وضع أفقي، فبرضو لقوا طرف الساق لأعلى ضد اتجاه الجاذبية الأرضية، ولقوا إن الجذر بينحني لأسفل في اتجاه الجاذبية الأرضية. إيه ده بقى؟ يعني هنا برضو الساق أو الريشة لأعلى والجذر لأسفل. الوضع ده كان وضع إيه يا شباب؟ الوضع ده كان وضع رأسي، الوضع ده كان وضع رأسي. طب هنا بقى، هنا لا، دي برضو الساق لأعلى، الساق لأعلى ضد اتجاه الجاذبية، ضد اتجاه الجاذبية، والجذر لأسفل، الجذر لأسفل، الجذر لأسفل في اتجاه الجاذبية، في اتجاه الجاذبية. بس خدوا بالكم بقى ان الوضع رقم اتنين ده هو وضع أفقي. متهيألي كده شفتوا التجربة، والتجربة سهلة وما فيهاش أي حاجة. يبقى في الوضع الرأسي الساق أو الريشة لأعلى والجذر لأسفل، أما في الوضع الأفقي هتلاقي إن برضو الساق لأعلى ضد اتجاه الجاذبية والجذر لأسفل في اتجاه الجاذبية، والجذر لأسفل في اتجاه الجاذبية. اللي أنا عايزة أفسره يا شباب إن الانتحاء بيرجع إلى تباين نمو جانبي العضو، يعني إلى اختلاف نمو جانبي العضو سواء الساق أو الجذر، نتيجة التوزيع غير المتماثل للأوكسينات في عضو النبات سواء الجذر أو الساق. يبقى اللي احنا يا شباب عايزين نقوله إن الانتحاء أو سبب الانتحاء هو بسبب اختلاف نمو العضوين سواء الساق أو الجذر. يبقى الانحناء اللي حصل بسبب اختلاف نمو الساق وبسبب اختلاف نمو الجذر، نتيجة ايه بقى؟ نتيجة التوزيع غير المتكافئ وغير المتماثل للأوكسينات. يبقى يرجع ذلك إلى اختلاف نمو الساق والجذر. طيب ليه بقى؟ ليه بيختلفوا؟ ليه بيختلفوا نمو الساق ونمو الجذر؟ نتيجة توزيع الأوكسينات، نتيجة توزيع الأوكسينات غير الإيه؟ غير المتماثل. أتمنى تكونوا فهمتوا، أتمنى تكونوا فهمتوا التجربة. خلاص، يبقى ده بيرجع الى اختلاف نمو الساق والجذر نتيجه توزيع الاوكسينات غير المتماثل سواء في الساق او في الجذر. دلوقتي بقى يا شباب هناخد اخر نوع من انواع الانتحاء، بس قبل ما ننقل على النوع الثالث عايزين دلوقتي نشوف ايه هو تفسير الانتحاء الارضي. نشوف بقى مع بعض تفسير الانتحاء الارضي بيقول ايه. لما النبات يكون في وضع رأسي، يعني النبات بيكون في الوضع الطبيعي اللي هو الوضع الرأسي، فالاوكسينات بتتوزع بانتظام،
في كل من القمة النامية للساك والجذر. طالما النبات في وضع رأسي فالأوكسينات بتتوزع في بانتظام سواء في القمة النامية أو في الجذر، لذلك الساق بينمو مباشرة لأعلى تلاقي الريشة بتنمو لفوق والجذر بينمو معاك لأسفل. خلاص لما يكون النبات في الوضع الرأسي، لأن الأوكسينات عندك هنا بتتوزع بانتظام. طالما الأوكسينات بتتوزع بانتظام خلاص يبقى الساق ينمو لأعلى والجذر بينمو لأسفل. أما بقى النبات لما يكون في الوضع الأفقي إيه اللي بيحصل؟ تتراكم الأوكسينات في الجانب السفلي. لما يكون النبات في الوضع الأفقي الأوكسينات بتتراكم في الجانب السفلي للساق والجانب السفلي للجذر. يبقى في الوضع الأفقي الأوكسينات بتتراكم في الجانب السفلي للساق والجانب السفلي للجذر، وده بيؤدي إلى تنشيط نمو واستطالة خلايا السطح السفلي للساق. خلايا السطح السفلي للساق هي اللي بتنمو، خلايا السطح السفلي للساق هي اللي بتنمو بدرجة أكبر من خلايا السطح العلوي، فتلاقي أنهي اللي بتنحني بتاعة السطح العلوي، لأن خلايا السطح السفلي للساق بتنمو. تاني يا شباب، لما النبات بيكون في الوضع الأفقي، لما النبات بيكون في الوضع الأفقي بلاقي الأوكسينات مركزة لا إما هنا لا إما في الطرف السفلي للساق، لا إما الأوكسينات يا شباب بتتركز في الطرف السفلي للجذر. خلاص؟ طيب يبقى بتتراكم الأوكسينات في الجانب السفلي سواء الجانب السفلي للساق أو الجانب السفلي للجذر، سواء الجانب السفلي للساق أو الجانب السفلي للجذر. أنا هحددهم لكم بلون، أدي الجانب السفلي للساق أهو يا شباب، وده الجانب السفلي للجذر. خلاص؟ طيب فإيه اللي بيحصل؟ فبتتنشط نمو أو الخلايا، خلايا السطح السفلي بتنمو وبتنشط وبتستطيل خلايا السطح السفلي للساق بتنمو بدرجة أكبر من خلايا السطح العلوي، فبينحني السطح العلوي ضد الجاذبية. عشان كده بنقول إن الساق هو منتحي أرضي سالب، بنقول على الساق إنها منتحي أرضي سالب لأنها بعدت عن الجاذبية، فالساق بنسميها منتحي أرضي سالب. أما بقى يا شباب خلايا السطح السفلي للجذر بتتعطل نموها، خلايا السطح السفلي للجذر بيتعطل نموها، أما خلايا السطح العلوي فبتستمر في النمو. يعني اللي باللون الأحمر دي يا شباب خلايا السطح العلوي للجذر، ركز كده مع بعض، اللي أنا ملونها باللون الأحمر دي خلايا السطح العلوي للجذر، دي خلايا السطح العلوي للجذر. خلايا السطح السفلي للجذر بتتعطل فعشان كده بتنحني، خلايا السطح السفلي للجذر بتتعطل فبتنحني، أما خلايا السطح العلوي للجذر بتستمر في النمو، بتستمر في النمو. انت حتى هتلاقي ان خلايا السطح السفلي للجذر بتنحني في اتجاه الايه؟ الجاذبية الأرضية، فبنسميها منتحي أرضي موجب. خلاص كده اتمنى انكم تكونوا فهمتوها. يبقى النبات وهو في الوضع الافقي يا شباب الاوكسينات بتتوزع بانتظام ما بين الساق وما بين الجذر، فتلاقي الساق بتنمو لاعلى والجذر بينمو لاسفل. اما في الوضع الافقي الاوكسينات بتتراكم في خلايا الجزء السفلي، في الوضع الافقي الاوكسينات بتتراكم في خلايا الجزء السفلي للساق وفي خلايا الجزء السفلي للجذر، بتتراكم في خلايا السطح السفلي للساق وخلايا السطح السفلي للجذر. لما بتتراكم في خلايا السطح السفلي للساق فبتنمو، بينما خلايا السطح العلوي للساق بتلاقيها بتنحني، فعشان كده بنقول على الساق انها منتحي ارضي سالب لانها بتبعد عن الجاذبيه. خلايا السطح العلوي، خلايا السطح العلوي للجذر بتستمر في النمو، خلايا السطح العلوي للجذر دي بتستمر في النمو. اما خلايا السطح السفلي المتركز فيها الاوكسينات اساسا هتلاقيها بتنتحي تجاه الجاذبيه الارضيه، عشان كده بنسمي الجذر ان هو منتحي ارضي موجب، والخلايا اللي انتحت بتاعته دي هي خلايا السطح السفلي اللي متركز فيها الاوكسينات. خلاص كده اتمنى انكم تكونوا فهمتوا. النوع الثالث من الانتحاء يا شباب واللي هو الانتحاء المائي. طيب نيجي نعرف بقى الانتحاء المائي. الانتحاء المائي ان النبات بيستجيب لمؤثر خارجي. طيب ايه المؤثر الخارجي؟ هو الرطوبة، فالاعضاء النباتية بتنحني لإما تجاه المية لإما بعيدا عن المية. برضو هنشوف تجربة توضح لي الانتحاء المائي. اول حاجة يا شباب رش التربة بانتظام في الحوض الاول بعد عدة ايام لاحظ نمو البذور. يعني مثلا يا شباب ادي اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده،
فاول خطوه بيقول لك انك رش التربه دي بانتظام. تربه ادي نباتين اهم وانا حطاهم في قصيص ودي تربه، فقال لك رش التربه بانتظام يعني ارويها مثلا، وسيب البذور تنمو، يعني انت حطيتها بذره وسبتها تنمو عده ايام ورشيتها وكله تمام، فهتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الجذور بتنمو مستقيمه ورأسيه، الجذر اللي تحت ده هتلاقيه بينمو بشكل مستقيم ورأسي. طيب التفسير ايه بقى؟ قال لي نمو الجذور مستقيمه دون انتحاء، طالما الجذور نمت مستقيمه وما حصلهاش اي انتحاء، قال لي بسبب تساوي انتشار الميه في التربه. بسبب ايه؟ تساوي انتشار الميه في التربه حوالين الجذر. يبقى يا شباب اول خطوه عملتها حطيت شويه بذور في شويه ميه ورشيتهم بانتظام مش عارفه ايه لحد ما البذور كبرت، لاحظت ان الجذر نما بشكل مستقيم ورأسي. الكلام ده حصل ليه؟ قال لي لان الميه متوزعه بالتساوي حوالين الجذر، لان الميه متوزعه بالتساوي حوالين الجذر. طيب ايه الخطوه الثانيه بقى يا شباب؟ قال لي حط الميه على جوانب الحوض الثاني. حطي الميه على جوانب الحوض التاني، انا حط لك الميه هنا على الجانب، هنا انا كنت حاطه لك الميه في الحوض كله، اما في الحاله التانيه يا شباب انا حطيت الميه بس في جوانب الحوض، في الجانب ده وفي الجانب ده. في الحاله التانيه انا حطيت الميه في الجوانب بس، الجانب ده يا شباب والجانب ده، اما اللي في النص دي فهي تربه جافه، اللي في النص دي يا شباب دي تربه جافه. خلاص؟ طيب ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل لما انت حطيتي الميه بس على جانبي الحوض؟ قال لي اللي حصل يا ستي ان الجذور نمت منحنيه. في الحاله الاولى هي كانت مستقيمه، هنا بقت منحنيه، شايف الجذر منحي، هنا الجذر منتحي. يبقى في الحاله الثانيه لما انا حطيت الميه على جانبي الحوض بس فالجذر انتحى. طيب ايه التفسير بقى؟ قال لي الجذور هنا نمت منحنيه في جوانب الحوض بسبب عدم تساوي انتشار المية، بسبب عدم تساوي انتشار المية. يبقى نمو الجذور منحنية بسبب ان المية موجودة بس في جوانب الحوض ومش موجودة في الجانب ده ومش موجودة هنا، فبالتالي لان المية مش منتشرة بالتساوي فالجذر انحنى تجاه الماء، فالجذر انحنى تجاه الماء. بس هتلاقي الساق زي ما هي، الساق هتلاقيها ما حصلهاش حاجة، ولكن الجذر بس هو اللي انحنى تجاه الماء. يبقى في الحالة الأولى يا شباب الساق نمت لأعلى والجذر نما برضو يعني مستقيم ورأسي، ولكن في الحالة التانية لقيت إن الجذر انحنى تجاه الماء، انحنى تجاه الماء لأن أنا حطيت المية في جانبي الحوض بس، ولكن في النص كانت التربة جاف، فالجذر انحنى تجاه الماء ولكن الساق ما حصلهاش أي تأثير، الساق لسه زي ما هي. طيب إيه هو التفسير بقى يا شباب؟ قال لي ان الجذر منتحي مائي موجب. الجذر منتحي مائي موجب يعني ايه؟ يعني بيتاثر بالميه، بيحب الميه بيحلها. يبقى الجذر منتحي مائي موجب. هنا نما مستقيم، الميه كانت متوزعه بالتساوي، اما هنا يا شباب الجذر انحنى تجاه الماء، فعشان كده بنقول ان الجذر منتحي مائي موجب. يبقى الجذر منتحي مائي موجب. طيب علل ليه الجذر منتحي مائي موجب؟ قال لي لتجمع الأوكسينات في جانب الجذر المواجه للمية، لتجمع الأوكسينات في جانب الجذر المواجه للماء، لأن الأوكسينات تجمعت في جانب الجذر المواجه للمية. تمام، فلما الأوكسينات تجمعت في جانب الجذر المواجه للمية فتعطلت استطالة الخلايا فانحنى، فتعطلت استطالة خلاياه، ولكن خلايا الجانب الثاني بتبقى مستمرة في النمو والاستطالة، وده بيؤدي إلى انحناء الجذر ناحية المية. خلاص كده يا شباب؟ يبقى اللي أنا عايز استنتجه يا شباب إن الجذر منتحي مائي موجب، علل لأن الأوكسينات تجمعت في جانب الجذر المواجه للمية فتعطلت استطالة الخلايا، اتجمعت في جانب الجذر المواجه للمية فتعطلت استطالة الخلايا فانحنى، أما الجزء الثاني من الجذر مستمر في النمو، الجزء الثاني من الجذر مستمر في النمو. يبقى أنا كده عرفت إن الجذر منتحي مائي موجب لأن الأوكسينات تجمعت في جانب الجذر المواجه للمية فانحنى وتعطلت استطالة الخلايا، أما الجانب الثاني لسه مستمر في النمو. طب بالنسبة للساق، الساق لا تتأثر بالمية. خلاص كده؟ الساق لا تتأثر بالماء. يبقى المعلومة دي أنا عايزاك تقول الساق
لا تتأثر، يعني لا هتقدر تقول لا هي موجب ولا هي سالب، هي ما بتتأثرش أساسا. يبقى الساق لا تتأثر بالماء أو لا تتأثر بالانتحاء المائي أساسا. بس كده يا شباب، كده الانتحاء بأنواع التلاتة خلص، سواء الانتحاء المائي عفوا الانتحاء الأرضي أو اللي هو الانتحاء المائي أو حتى الانتحاء الضوئي. الانتحاء الضوئي والانتحاء الأرضي والانتحاء المائي خلصناهم كلهم. أتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.